لو الحكاية فيها إن فيدي اسمك إيه؟ اسمي سمية. أخبار الامتحان إيه النهاردة؟ الفرنساوي مرضيش يفتح خالص وحاولنا مع حد آخر دقيقة. علم النفس كان سحب. كم واحدة في اللجنة ما فتحش معاهم؟ كنا تقريبا 8 في الفرنساوي، في علم النفس كنا 9، كانوا 9 هم عندهم. طب علم النفس الاسئله كانت سهله ومباشره؟ اه كانت مباشره، كان في شويه مباشر وفي شويه لا. في حاجه كانت من بره المنهج ولا كله كان؟ لا كله. اسمك ايه؟ ثريا طارق. اخبار الامتحان ايه النهارده؟ كان حلو بس علم النفس دخل قبل ما انزل ب10 دقائق. اه لحقتي تحلي ولا لا؟ اه الحمد لله. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ الفرنساوي يعني، بس العلم النفس كويس. طب ايه الاسئله اللي وقفت قدامك؟ كان في حاجه من بره المنهج؟ الجرامر بس في الفرنساوي. اه القطعه كانت سهله؟ اه. الوقت كان مناسب؟ شويه يعني، مش قوي الصراحه. يعني بالنسبه لعلم النفس ان هو فتح في اخر 10 دقائق، هو فتح اخر 10 دقائق، فيعني الواحد مش اصحابي قالوا لي كحاجات يعني عشان مش عارفه يعني الحق وكده. اه فيديو